شكرا. بدأ اول نشكر بركان 49 على هذه العرضه وعلى هذه الانفيتاسيون اللي داروا لي باش نتكلم، وحتى انا كندم اللي ما تشوفناش هذه شحال. محمد مرابط مزيود في بركان 1954، قرا في بنورجد. ديك الوقيته كانت القرايه تحبس في البروفي، هذاك الشيء اللي جعلنا باش انا وعائلتي وبا وما وخوتي مشينا طلعنا لوجده. قريت تما في الليسي عمر، درت فارماسي في فرنسا كملتها، ساليت فارماسي تسقيت في الجامعه، ديت واحد الاجازه في اقتصاد، ريحت واحد العام، تسجلت في الجامعه، ديت واحد الاجازه في القانون العام. ما بين هاتهم بنت مناسبة نتاع المارشي نتاع النقل الحضاري في بركان 1995، بديت في النقل الحضاري. ومن ديك الوقيتة داك تقليعة بركان جعلت بلا، من بعد مشينا لتازة في 2002، السعيدية 2010، قرسي في 2010، كملت العقد نتاع تازة في 2016 وعاودنا عقد جديد، والعقد في بركان يكمل في 2020 باش ان شاء الله نعدو نعاودو واحد العقد جديد في المستوى اللي راه تاع الطموحات تاع السكينه. اسمح لي، كيفاش كدير يعني انك تجمع ما بين المهام ديالك، يعني توفق ما بين المهام ديالك كسياسي وك نائب ديال رئيس الجهه وك انت ك مسؤول على قضيه النقل بزاف من دول المدينه، يعني رجل اعمال، يعني كدير توفق ما بين هاد المهام؟ ما كتلقاش يعني صعوبه في كاين صعوبه في التوقيت كشي اخترت كنبغي النهار تكون فيه 48 ساعه في بلاصه 24، ولكن كاين واحد البليزير، كاين واحد البليزير. انا بعدا في العمل السياسي كي تجي عندك واحد رئيس جماعه ما عندوش النقل نتاع التلامذ، ما عندوش اون امبولونس وتوقف معاه وتجيب له داك الشيء، ولا عندهم مخص الضوء وتوقف معاه وتعافر معاه وتجيب له داك الشيء، هذاك راه واحد البليزير اللي يمسح لك كاع العياء وكاع التمره ديالك. انا عندي كي نشوف بالله رونديت سيرفيس في البلاصه اللي راني فيها، واخا غير على قدر الامكانيات اللي عند الجهه، وروندينا سيرفيس وفكينا العزله على مدي على 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 قريه في العالم القروي، ونسمعوا دوك الدعاويد الناس اللي كيدعيو معنا المره الطواله، هما بني وشكرات 12 كيلومتر للجهه جات تما باش تفك عليهم العزله بالماتيريال ديالها ولي زونجين ديالها. كيجيو دوك الناس ويدعيو معاك، راه ما عندها ما تنسى العيا وتنسى العذاب وتنسى كل شيء في البليزير اللي عندك في الروندي سيرفيس الناس. انا هذا هو عندي، بعدا عندي كي ندير الروندي سيرفيس الساكنه عندي واحد البليزير اللي نسيني كل شيء شي لاخر. نوافق بالطرقان والطوموبيل وغادي هنا وهنا، وكان ديليغي كنعطي المسؤولين، كان عندي الثقه في الناس ديالي اللي كل واحد عاطي المسؤوليه ديالو، وحنا كنتبعوا داك الشيء من الفوق. السي محمد كيقولوا يعني ناس بزاف ديال الناس علقوا به انه كيقولوا السي محمد يعني بحال اللي همش مدينه بركان، بحال اللي واخا هو مدينه بركان يعني ما عطاهاش الحق ديالها، على السي محمد ما كيستثمرش يعني استثمارات من غير النقل الحضاري في مدينه بركان، يعني وحتى يعني التمثيل ديالك في الجهه يعني كيقولوا بان كان واحد المنحه تكون دارت لمدينه بركان، يعني كيفاش غادي يكون توزيع ديالها يعني على مدينه بركان؟ جاوب على السي محمد بعيد على مدينه بركان من ناحيه المشاركه ديالو والحضور ديالو في المدينه، سواء بالمشاريع سواء بعد اولا في الاستثمار ديالي في مدينه بركان اللي نقدر، انا ما عنديش استثمارات في جهه اخرى، انا عندي غير الطوبيس الحافلات، واللي ربحته كنستثمره في نفس الحافلات. الا حكيت لكم القصه بالله بركان قلعنا في 95 باربعه د الحافلات، وصلنا اليوم واحد 35، معناها بلا ما الفلوس اللي كتربح هنا كتستثمر هنايا. في تازا قلعنا ب 13، اليوم وصلنا 35 ولا 40، في قرسيف قلعنا بواحد 10، اليوم راه عندنا 25 ولا 30. سكي في كل مره كاين شي ارباح بان في شي مدينه كتستثمر في نفس المدينه. انا ما عندي لا فيرمات لا ديور لا لوتيسمون لا حتى شي حاجه، عندي غير الطوبيس الحافلات اللي كتستثمر اللي كتربح كتستثمر في نفس المدينه. هذاك السيد اللي عندي في وجده ما نقدرش نديرها في كل مدينه، ما نقدرش نديرها حتى في بركان، كاينه غير في وجده، ممنوع علينا نديروها في كل مدينه. الجهه في الحقيقه ما عندهاش شي علاقه مع الجماعات الحضاريه، حنا عندنا العالم القروي. الا كان نقول لك شنو قاعد دار في اقليم بركان، راه دار اكثر من 280 مليون درهم. لحقاش كون نجيو نحسبوا كل شيء اللي دار وكل شيء اللي غادي يدار، راه الجهه راه غاديه في هذا من 2018 ل 2021 تكمل الموندا ديالها، راه حنا غاديين في واحد
19 مليار درهم في الجهه، في الجهه كلها. بركان استغلت هذا الشيء بواحد الطريقه ملموسه، هذا الشيء. ولكن احنا ديما في الجهه شنو نحاولوا نديروا؟ نحاولوا نديروا واحد مساواه ما بين الاقاليم. لاقاش نقول لكم واحد الحاجه، الناظور وبركان وجده راه خصهم يحمدوا الله ويشكروا بالنسبه للاقاليم الخمسه الاخرى. قديم خمسة أخرى عاد عايشين في واحد المحنة اللي العزلة كبيرة، قديم في جيج وجرادة توريد قرسيف ودريوش عايشين في واحد العزلة كبيرة، وعندهم نهضر غير على الماء والضوء وداك الشيء. بركان ووجده والناظور يحمد الله ويشكروا في هذا الميدان، الاخرين مساكين الماء ما وصلش. كون نجيو نديروا كاين واحد الجماعة في توريد اللي عندها صفر في المية تاع الناس اللي عندها الماء في, 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 في الكونتور ديالها، جماعة كلها ما كانش عائله وحده عندها الماء يدخل لها. دونك كيف احنا غاديين شويه بشويه نحاولوا نشوفوا ما بين المساواه ما بين المجال باش كل اقليم كل جماعه حتى هي تستغل، ومام طون الا كان شي حاجه اللي قد عليه يدير الجهه راه دار ما ماشي اللي قد عليه، راه دار ما فايد داكشي اللي قد عليه. حيتاش درنا كريديات باش كلشي في هاد الخمس سنين هذه نغيروا وجه الجهه ونغيروا سورتو العالم القروي، وجه العالم القروي في الجهه. لا كان قبل كان راديني، كان قبل راديني لحقاش. انا دابا نمشي نوري لكم واحد الطوبيس ونوري لكم الحافلات اللي شريتهم في 95 ومشيو نركبوا فيهم دابا انا وياكم، والله الا عاد باقي في المستوى العالي. ولكن ملي جات التازه، ملي جا هذا النوع جديد للحافلات اللي عاد بانت بركان بلا راه عندها داك الشيء ناقص شويه نورمال، حقاش هذاك اللي جبناه اول حافلات كتدخل لافريقيا اللي كاين في الناظور وفي تازه، اول حافلات كتدخل في افريقيا ماشي في المغرب. دونك بانت بلا بركان يمكن راها اون اريير، بصح حنا بركاني نعاودها. المارشي ديال بركان طاح حتى ل 2020. وانا نقول لكم واحد الحاجه، الملف اللي راه محطوط في المكتب تاع السيد العامل اللي راه متقاتل معنا صباح مساء على هذا المشكل النقل، هو الملف النقل والتنقل. لاقاش خصنا نلقاو حل، خصنا نلقاو حل بلا ما نضروا لا صحاب الطاكسيات الكبرى لا صحاب الطاكسيات الكبرى لا النقل المزدوج لا النقل الحضاري. الفكر تاع السيد العامل هي خص كي نديروا واحد الادماج ما بين هاد الجميع الناس اللي خدامين في القطاع باش كل واحد يخدم براحه وكل واحد يشتغل. انا ما بغيش نظلم شي واحد، انا ما بغيش الطوبيس يولي غوله لا على صحاب الطاكسيات لا على صحاب لي بيتي تاكسي. بغيت كل واحد يسترزق الله، كل واحد يكون عنده لا كليونتيل ديالو، كل واحد يكون عنده المستعملين ديالو باش كل واحد يستغل. كل واحد عنده ولادو، كل واحد تاع الطاكسيات ما راهمش جايين من الخارج، راهم ولاد بركان. بيتي تاكسي كذلك، النقل المزدوج كذلك، كانوا معطلين اللي راهم دابا مستغلوا ذاك الموقف. انا ما بغينا حتى واحد ما بغيت تظلم وتقصى. والسيد العامل راه خدام في هذا الملف باش يوجد لنا واحد الشيما نتاع التنقل في الاقليم كله باش كل واحد يستفاد. بيان سور خصنا ناخذ بعين الاعتبار السكينه، ناخذ بالاعتبار الاختيارات السياسيه نتاع المنتخبين، ونختاروا الناس اللي خدامين في القطاع باش حتى واحد ما يضيع. راه خدام فيه وراني متيقن بالله كيما دار في الميادين الاخرى غادي يلقى لنا واحد الحل اللي يكون راضي يتراضى عليه الجميع. يعني السكينه بانه يجدد الاسطول. الا مشينا دابا زربنا وبدلناه، انا عندي عامين بقات عامين ياك، الا مشينا دابا زربنا في هذا الوقيت وبدلنا الاسطول، انا بعدا ما نقدرش لحقاش. ويلا من هنا عام ما جاش ماشي انا اللي ربحت المارشي، الا جات شركه اخرى غادي ندير واحد الاستثمار تاع مثلا 50 مليون درهم ولا 60 مليون درهم ونبقى نتفرج فيه. او نعطيك مثلا تازا انا كنت وانا وليت كانت عندي 40 حافله داكور، دابا ديك 40 حافله راها مرميه عندي في الحي الصناعي، ولكن قديمه شويه، ولكن كان فيهم بعض الحافلات اللي مازال ما خالصينش. ولكن مدينه تازه قالوا بالله الحافلات خص يكونوا جداد، راني نتفرج فيهم وراني راميهم في الحي الصناعي مرميين تما في الحي الصناعي في تازه، ما كان اللي يديهم عليك ما كان. هادو كاع نقولوا شويه قدام، بصح اذا شريت جديد هذا العام في بركان فات عليها الطوبيس في تازه وفي الناظور كيدير 170 مليون. انا نقول لكم ما عنديش، انا نقول راني مع البركان، راني مع بركان. وانا قلتها لهم شحال مره، كل شيء اللي درتو قلع من بركان. دوك راه الحافلات اللي درناهم في 8 9 يوليوز 1995 في عيد الشباب نتاع 9 يوليوز، دوك ربع حافلات هو اللي درنا به كاع حاجه. دوك كيف انا بركان عمرو ما ننسى خيرها. قلت لك لا بركان، باش انا بغيت بركان. وشكون اللي قال لنا بالله من هنا عام
ولا عام ونص كي تبدل الاسطول في بركان، ما تكونش بركان هي الاولى اللي غادي تستغل حافلات كهربائيه اللي فيها صفر نتاع التلوث، وراها الوزاره الداخليه راه كتفكر في هذا القطاع هذا في هذا الطريق هذا باش كاع النقل الحضري يكون بحافلات كهربائيه. وشكون اللي ما قاليش باللي بركان غادي تكون هي الاولى افيك زيرو بوليسيون، ما يكون حتى غرام تاع لا بوليسيون، تكون بركان هي الاولى. داكشي انا كنقول بركنا غادي حنا غادي نديروا الصيانه ديال الحافلات، ولكن خليو السيد العامل، خليو السيد رئيس المجلس البلدي، خليو السيد رئيس المجلس الاقليمي، كلهم يخموا جميع مع جميع المشاركين في القطاع باش يلقاو لنا الحل الناجح. زربنا غادي نمشيو للحيط. دونك كيف انا غادي نعاود الصيانه، غادي نقاد الطوبيسات من جديد، غادي ما خصنيش الا لقيتو شي حافله ماشي هي هذيك نحيدها في البلاصه. ما سير ما غاديش تكون في حافله اللي قلت لك شرينا جداد، بصح الا كاين شي حافله اللي ماشي هي هذيك انا راكلا في البلاصه. انا ماذا بيا ندير واحد الصندوق نتاع الاحتجاجات باش يقول هذيك الحافله ما صالحاش تماما، والله لا زادت تمشات. بصح الا كانت الحافله تمشى بيا سير ما غاديش يكونوا فيها الشروط تاع هاد الجداد، ولكن بغيت ساكنه بركان والنواحي ديالها يصبروا علينا شويه بلا ما لقينا الحل. اون فوا لقاو الحل غادي نمشيو فيه. يقدر ما نكونش انا، تقدر تكون شركه جديده هي اللي غادي تجي تاخذ هذا المارشي إذا كانت ما قديتش عليه ولا شي حاجة. أنا غادي نحارب 150% باش نكون أنا اللي نكون هنايا، ولكن من هنا لتما الله أعلم. ولكن دابا نديروا الثقة، نقول بركنا صبروا شوية، صبرنا بزاف، اللي صبر ينال. السياسي راهم خدامين، قلت لك المنتخبين، المجالس البلدية، المجلس الإقليمي، السيد العامل، كل شيء راهم يخموا في هذا الموضوع، لحقاش هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي عندهم اللي كل نهار عندهم فيه بعض المشاكل. وبغاو يتهنوا، بغاو يقطعوا له الراس في مرة. خليهم يخدموا، صبرنا صبرنا. إذا كانت شي حافلة كهربائية أنا جو مونكاج يمكن شي نهار بركان هي اللي غادي تكون الأولى. إلا كنت أنا يعاود ديما نرجع لك، إلا كنت أنا بالله بركان غادي تكون عندها واحد الحق في واحد لاكاليتي، واحد الجودة اللي يمكن ما كايناش في المدن الأخرى في المغرب. سابقا يعني اثار الجدل بزاف في مدينه بركان هو الزياده اللي كانت في التركه، ومن غير الزياده يعني كان كيقولوا اقصاء لواحد المؤسسه اللي هي الجامعه في اتخاذ ذاك القرار. زياده قلت لك كان عندنا الحق واحد الوقيته، كنا اتفقنا مع المجلس البلدي باش نزيدوا 10 سنتيم في العام، واحد الوقيته قالوا لنا ما تزيدوش، بقينا ما زدناش من 2008 ولا 2009 ما نعرفش على التاريخ نيشان. كل شيء تزاد من غير الطوبيس. لو كان كنا خلاونا نزيدوا 10 سنتيم في العام لو كان حنا ما راحش في الدراهم، لو كان حنا في اربعه. ولكن واحد الوقيته تزيرت الامور واتفقنا مع المجلس البلدي القديم باش نشوفوا نلقاو شي حل. اتفقنا مع العامل القديم قلنا غير صبر عليا شويه داكشي باش نصرف. فعلا واحد الوقيته ما قدرناش وعلمنا البلديه، البلديه ما كانش مشاوره صحيحه، عندك الحق ما كانش مشاوره صحيحه، ولكن بعد البلديه تفهمت الموقف ديالنا واقتنعنا بيناتنا ومشينا في واحد الطريق اللي نخدموا فيها اليد في اليد مع المجلس البلدي الحالي. دابا راه حنا خدامين في اليد. ولكن انا نظن من بعد شي 8 سنين ما تزادش سنتيم، وكانت عندنا 2 دراهم و70 وطلع حال الدراهم ياك، ولا 2 دراهم و80 وطلع حال الدراهم. كان عندنا مشاكل مع المواطنين غير في الصرف. هذوك الربعات وجوج درويات ما كاينينش، كان عندنا مشاكل معاهم غير في الصرف. مشكل كبير شي خطرت ما يكونش، اش خطرت على الصعيد المغربي ما كانش 4 دورو 20 سنتيم و10 سنتيم. كنا كتوقع النقاش ما بين المستعملين والريسيفور، يقولوا يقولوا راك تشفر شي مره يقولوا راك دونك كيف هذيك الوقيته دازت. اليوم وقيلا وصلنا لواحد الاتفاق مع المجلس البلدي، قبلوا لنا ديك 20 سنتيم. دابا نوعدكم بالله ما بقات زياده حتى للمرشي الجديد، ونعرف بالله البركنه ماشي هما هادو المشكل، ماشي في السنتي المشكل، يكون الخدمات زينه، جوده الخدمات هذا هو اللي يعني كيهضر على استغلال الملك العام. دار لكم مراسله في الشان ديال استغلال الملك العام، يعني كتشوف بانه تعطيك بزاف قبل المستودع اللي كيتم تسجيله. صحيح 100%. انا كتبوا لي على استغلال الملك العام، مشيت تكافحت. غنقول لك واحد الحاجه، راني في بركان 1995 ورحنا دابا في 2017، نهضر على العام اللي داز 2017، يعني لو كان نجيو نديرو حساب 22 عام وانا كنطلق قطع ارضيه. ما انا ما كنخدمش التكستيل ولا كنخدم هذا قطاع مصلحه عامه، سي ان ترونسبور اوربان، نقل حضري.
كان نقول كان عندي الحق انا من الولا اللي نستافد من واحد قطعه ارضيه في جنين 22 عام وانا نتقاتل. في عام 2017 مشيت شفت الاملاك المخزنيه غوت وهذاك الشيء وهذاك الشيء عطاوني واحد القطعه ارضيه كريه راني مشيت باش نخدم فيها. وفعلا كنت داير بلا فان ديسمبر 31 دجنبير الريض نقلقش. وانا بغيتكم تمشوا تشوفوا معايا دابا لقينا مشكل كبير في ديك الارض. حفرنا 60 سنتيمتر نصيب واحد لانا بدل ما عندها حد. وغيلا بغيت من هنا نخرجوا ونشوف شوف داك الشيء المشكل اللي عندي. بقينا نخمو شهرين ولا ثلاثه كنديروا داك الماء، الماء كيسيل، الماء ما عندها حد، بيسين عندي في 60 سنتيمتر. جبت دو بيرو ديال مكتب دراسات اخرى، جبت ديزار جالارشيتاك، جبنا مكتب دراسه باش نلقاو الحل هذاك الماء. رحنا لقوا الحل وما دابيا كي نخرجوا من هنا نمشيو نديروا شي تصاور تما نشوفوا فين راه وصل الامور وتشوفوا بلي رحنا غادي 100% باش نخرج من هنايا باش هذيك احتلال الملك العام. انا ولد المخزن ماشي ولد ما عرف بلي راني مديرونجي السلطه مديرونجي الناس. انا ما نبغيهاش لراسي ولكن لا بغيتو تمشيو نتوما نديروا دوره تما وغادي تشوفوا بالله العمل غادي وراه ان شاء الله عاد تشوفوا بغيت حتى تشوفوا مباشره عاد ونتكلموا على هذا الموضوع هذا. عفوا المثير كثير من حول تفتح تحمولات يعني واش الشركه محترمه تفتح تحمولات واش لا يعني وبالخصوص مواقف ديال ليزابليت يعني كيوقفوا الناس عندنا لي بلاك موجودين بقاو هذوك لي زابري انا نقول ماشي خدمتي. وشحال من مره كنجيب شركات اللي كيديروا دوك لي زابري ابري بمستوى العالي وكنطلب من البلديه باش تعطيهم الحق باش يديروا فيهم الاشهار. انا نقدر ندير واحد الحاجه، نقدر ندير لابري لحقاش النوع ديالو يختلف ما بين 5000 درهم نقدر نجيب ربع حدايد ونسقفهم وندير بنك ابري سميتو ابري عادي. نقدر نجيب واحد لابري اللي يدير 70000 درهم الزاج ولينوكس الزاج ولينوكس والبلكسي كلاس وهذاك الشيء. هذاك تاع 70000 درهم غادي نقول لك علاش غادي نديرو. انا ماشي خدمتي دي زابريبوش. انا الا قالت لي البلديه ندير باش احترمت فرض التحملات ندير مول 5000 درهم ابري لاخاطش فرض التحملات ما دايرينش واش واش فيه الذهب ولا الفضه ولا الحديد ولا البرونز دايرين ابريبوش. انا ما بغيتش لمدينتي ندير هذوك لي زابريبوش. مشيت نقلب على واحد السيد للمهنه ديالو والحرفه ديالو هما لي زابريبوش والاشهار. جبتهم للمجالس البلديه القديمه جبت جوج ولا ثلاثه يبقاو ديما قدام المشكل تاع يطلبوا منه واحد الثمن تاع الاستغلال الاشهاري في لي زابريبوش ثمن خيالي كيهربوا لي. كنقول للبلديه ادابطاو نفسكم نتوما تقادوا مع السوق شجعوه في الاول. انا واحد ما عندي في البلاصه ما عندي حتى شي واحد جا واحد بغى يخدم تما في الاول نطلب له 1000 درهم ما حد هو يدير الريش وانا طالع معاه. بصح الا قلت له 50000 درهم للاشهار غادي يجمع قشوي يمشي لحقاش بركان هاد الجهه ديالنا هاد الشرق ماشي الدار البيضاء. خصنا نكونوا واقعيين ماشي الدار البيضاء ماشي الرباط ماشي مراكش ماشي طنجه. الناس اللي بغوا الشركه اللي بغوا يديروا الاشهار خصهم فين كاين الناس بزاف فين كاين النتيجه. بركان يقول لك بركان عندهم في الدار البيضاء دوك لي زاجونس دو بوبليسيتي بركان بعيده وهذاك الشيء ما يعطيوهاش اهميه بحال يعطيوهم بوبيلاسيون ناقصة بالنسبة لهذاك وبي لا كونسوماسيون. هذاك الشيء أنا كنقول ديما للمجالس البلدية لا في بركان لا في تازا لا في كرسيف تحاولوا تدخلوا الناس دخلوا دوك صحاب الإشهار. توتراسون دابا ما عندكمش ما عندكش ها هو ما بغاش يجيوني. ها هو واحد جا دار لي في السعيدية 15 من المستوى العالي حتى واحد ما عطاه الإشهار في السعيدية دارهم بشي دار 15 بشي أبوبري 70000 درهم للواحد وضرب 15 70000 درهم قريب مليون درهم. والله الا مسكين سمح فيهم ومشى. هما الا بغيتو ديروا دوره في السعوديه ركزوا في زابري بوزيني بداو يتهرسوا لحقاش ما كانش الصيانه ديالهم ما كانش اللي تابعهم لحقاش هذيك ماشي خدمتي ما حتى واحد ما عطاه. دونك كيف خصنا نتادابطاو حنا نشوفوا الحاجه اللي نشوفوها ما خداماش فلو نمشيو بها تدريجيا نقص ديك تاع لا فيسكاليتي ديالهم تاع اللي عندهم في تصرف التحملات ديالهم بالنسبه لو ريكوفرمون تاع الاشهار ما نقصحش نمشي في الور طب كي الاخر يدير ريش ويبدا يربح الفلوس اليوم نقول له 5000 درهم غدا نقول له الله يرحم باك دابا راك شويه 10000 درهم الا كان ونجي نطلع معاه شويه بشويه
دونك انا لي زابري باش نقدر نديرهم بمستوى هذاك، انا غادي عاود نجيب وحدين اخرين باش يشوفوا، باش يتلاقاو مع المجلس البلدي، باش المجلس البلدي يسير يلقى معاهم حل تدريجي باش هذاك يربح الفلوس، وهم بتيتابتي يربحوا مع الفلوس تاعهم شويه بشويه. سمحكم يعني كان واش قانوني هذيك المساله ديال انه باش تعاقد مع الجامعات وتعبك؟ لابد لحقاش انا مزوج مع بركه، كي نجي شي خطيبه اخرى ولا شي مرا اخرى تبغي تزوج خص تقبل المراه حتى في القانون تدوز عند المراه الاولى. المراه الاولى هو المجلس البلدي ديال بركان، العقد معاه. الا كانوا ماشي جامعه ما باش خص دير النقل الحضاري ديالها بعدا عندها. اور عندنا اللي دايرين بينا ما عندهمش عدد السكان كبير باش يدير النقل الحضاري، ماذا كافي مور سيدي سليمان عندها خط ولا جوج، واحد ما يدير النقل الحضاري تيكون عندها على الاقل 5 ولا 6 الخطوط. وانا ملي عندي الاتفاقيه اللي غاديه الوزاره الداخليه عندي مع المجلس البلدي بركان، دوك الاخرين كلهم الا بغاو شي حاجه خص يديروا دوره استثنائيه ويعطيوها للمجلس البلدي اللي وافق عليها. والبارح ولا البارح البارح ونهار الخميس البارح وافق عليها، وافق على جميع الدورات الاستثنائيه اللي دارت في الجامعات المجاوره باش يمشي الملف في الوزاره الداخليه باش يتصادق في مره. يعني هنا يعني تقرم عليك الهضره اللي كتقول بانه سي مراد كيستغل الاراضي ديال الجامعه الاخرى بلا ما يخلص الضريبه. لا هذه ما عندها حتى شيء. الضريبه عندي ما نقدرش ندير عقد مع جميع الجامعات. بركان كش كيقول لك؟ يقول لك انا العقد عندك معايا تخلصني انا، وعنده الصح. يقول لك انا سيدي هذه الجماعه الا بغات حتى هي الاتاوى بغات الرودوفونس ديالها اسيدي ندير واحد الحاجه ما انا ما خصنيش كاع منها. بحال مثلا الرئيس المدار السي السعيدي يقول لك اسيدي يقول لك حتى انا خصني الاتاوى. غادي بركان شنو تقول له؟ انا ما عندي ما نقسمش معك ما نعطيكش انا ما خصنيش كاع المدار. بس كيف دوك الجماعات المجاوره عندهم الربح بعد التلامد والنساء وداك الشيء اللي كانوا حاصلين قبل، بعد على الاقل ينوض واحد الرواج اقتصادي في الجماعه ديالهم بلا ما يديروا حتى هما النقل الحضري ديالهم. ولكن بركان عندها الزواج مزوج مع بركان، المراه الرسميه هي بركان، المصدر هي بركان. الشيء الاخر خصنا يستافدوا، عندهم استفاده راه شي خطره شحال غادي تجيهم كاع. انا بركان كنعطيها 300,000 درهم في العام، ووزاره الداخليه راه خدامه باش ديك الاتاوات ما تبقاش كاع. لحقاش نظرا للمشاكل اللي عند الشركات تاع النقل الحضري، وزاره الداخليه راه غادي في واحد الاتجاه نتاع ما الاتاوه ما تبقاش. سمح لي يعني الناس اللي يقولوا بانه جبنا معلومات بانه كاين ناس عندهم مشاكل مع الشركه وما عندهمش مع الشركه، يعني واش يعني كاين هناك يعني تقصير في حق العامل بشركه فوضى؟ بعدا نقول لك الشركه اللي انا عندي ما بين الشركات بثلاثه تازا كرسي في بركان والسعوديه، حسب السعوديه عندي واحد 400 عميل. الا ما كانوش عندي المشاكل هي ماشي شركه، دونك لابد منهم. ما مع مره مع سائق، مره مع ريسيفر، مره مع كونترولور، مره مع الميكانيك، لابد يكونوا مشاكل. لكن الا بقينا ما عندنا حتى شي مشكل هي راه حنا وصلنا لا بيرفيكسيون، وداك الشيء ربي اللي بارفيكت، لابد من هذاك الشيء. ولكن انا بغيت نقول لك انا عندي العميل هي الحاجه المقدسه عندي في الشركه. ملي بديت نخدم في 9 يوليو 1995 كاين جوج حوايج اللي خلصوا في وقتهم وفتنا بواحد المشاكل ماديه ما تصورش. ولكن ديما العميل ديالي كيقبض الخلصه ديالو لو ان دو موا، والعمال هما هنايا. اذا شي واحد شي نهار خلص لو دو يجي يحاسبني. وثانيا مالين الكريدي البنكا تخلص في نهارها. وصلت لواحد الازمه ماليه اللي مول البياس يستنى، مول المازوت يستنى، مول لاسيورونس يستنى. كاع نقول لهم صبروا عليا ما عنديش. ولكن هاد الجوج تاع الناس البنكه من جهه والعامل ديالي من جهه عمرو درهم ما وصلش وعمرو نهار ما نقص الخلصه. دونك عندي العمال ديالي اول حاجه هي انا في بركان انا اللي جمعت العمال ديالي واحد النهار في عشاء وقلت لهم ما نقدرش نهضر معكم كاملين، خصكم لابد تختاروا واحد النقابه واختاروا النقابه اللي بغيتوا ودخلوا لها باش نهضر مع مكتب نقابي. جمعتهم هنايا في بركان ودرت لهم عشاء هنا في بركان وقلت لهم اختاروا النقابه اللي بغيتوا، بصح دخلوا لي للنقابه باش نعرف مع من نهضر. كانت عندي في ديك الوقيته واحد 90 ولا 100 واحد، قلت ما نقدرش نهضر مع 100 باش الا كان عندكم ملف مطلبي يجيبوا لي المكتب النقابي. وبدينا نخدموا هكا من 2000
2003 ولا 2004 وحنايا مكتب النقابي مرات جوج مكاتب نقابيه. انا بغيت شي مره نقول لهم توحدوا باش تكونوا قوه، وديما نوصيهم على واحد الحاجه، نقول لهم الا نسيتكم شي نهار ولا هبلت شي نهار وضريت شي واحد ولا ظلمت شي واحد، انا مزوق فيكم عندكم تخرجوا الطوبيسات. سمحوا في هذه النقطه ديال تحديد النقابات، كاين الناس اللي كيقولوا بانه السي المراد يعني تامل انه يدس بزاف النقابات في داخل الشركه، يعني تنزيلا لسياسه فريق التسويق. هذه سهله. انا غير جمعوا لي عندي دابا في بركان جوج مكاتب نقابيه، جمعوهم بجوج وقول لهم واش ما كيقول لكمش انا مزاوق فيكم اجتمعوا فاختاروا النقابه اللي بغيتوا اجتمعوا كاملين باش تكونوا قوه. لحقاش كيضيعوا لي الوقت كي نتلاقى مع جوج مكاتب نقابيه؟ لحقاش كيما تكونش عندك عجينه في الكرش ما عندي باش نخاف. انا الحقوق ديال العمال اذا كان شي واحد ظالمو في سنتيم يجي عندي، اذا كان محترمش قانون الشغل يجيو عندي، اذا ما كنتش ديما فوق قانون الشغل نتحاسب. بصح قلت لهم راكم كتضيعوا لي الوقت كي تكونوا في جوج مكاتب نقابيه، اجتمعوا ديروا مكتب نقابي واحد ووحدوا الصفوف ديالكم. قلت لهم راه العدو ديالكم، اذا كنت انا العدو ديالكم ما تخرجوش الطوبيسات، ديروا عليا اضراب. العدو ديالكم ماشي انا، واذا كنت ماشي انا كونوا متحدين بيناتكم ضد اللي نسميه ما بين قوسين ولا العدو الخارجي، باش تكونوا متحدين مع السلطه. انا ما بقيتش اليوم نمشي نحضر الاجتماعات مع السلطه ولا المجلس البلدي، ما بقيتش نحضر. انا المكتب النقابي هو اللي كيحضر، وديما راهم الا كنت حضرت انا لابد ديما راهم معايا، مسؤول منادب العمال والمكاتب النقابيه ديما حاضرين معايا في الاجتماع. الا كان شي واحد مقاوله في الجهات الشرق دايره هاد السيستم هذه بغيت نعرفها. لحقاش انا نقول بالله انا الشركه الوحيده خاصه اللي راه غاديه نحو اتفاقيه جماعيه وراهم معطلين عندنا غير القوانين تاع وزاره الشغل اللي راهم معطليننا وراهم متقلينا، ما باغيين غادي في واحد اتفاقيه اللي كلشي الامتيازات اللي واخدينها العمال عندي، لا بالنسبه للدخول المدرسي لا بالنسبه بعيد الاضحى لا بالنسبه للبانيين تاع رمضان، كلشي يكون موثق ومكتوب باش ما نتراجعش، باش حتى حاجه ما نتراجعوا عليها. دونك انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول امام العبد وامام الله ما عنديش فيها حتى حاجه في كرشي هو العميل ديالي. واذا كان شي عميل وغادي نقول هذا الكلام غادي يبان، اذا كان شي عميل ديالي سمع هذا الكلام وجا عندكم وقال لكم راه مظلوم راه ما قابش السميك ما قابش الحقوق ديالو الاقدميه ديالو هذه الامتيازات، ندير معكم رونديفو هنا يجي عندي هنايا نشوفوا انتم حاضرين ونشوفوا. هذاك هو نقطة القوة ديالي هو العميد ديالي. كان نقول لك واحد الحاجة، كي كتعطي لحوليد العيد للعمال ديالك وليلة العيد يجتمعوا يصليوا الفجر جميع ويدعيوا معاك راه ما عندها ثمن، ما عندها ثمن. لاحظت كيف أنا العمال ديالي لا شي واحد من بعد هاد التصريحات ديالي جا عندكم وقال لكم راه مظلوم راه كليت له درهم راه تظلم في شي بلاصة، انا مزوق فيكم جيبوا هنا واجيو حضروا معنا في الاجتماع. سمعتم كان وصلتنا شي معلومات يعني كانوا كتقول بانه اربع حافلات كانت مع عشر اوراق وتشدات وكيقولوا بانه عدد السائقين يعني تحدد لهم الرخصه وهذي ولكن راهم عاد خدامين يعني تعجبني بحال هاد الاشاعه. ماشي ما عندهمش الوراق، الوراق عندهم، عندنا المسطره نتاع هذيك التمديد في العقد مع البلدية بركان تعطل في وزارة الداخلية، مشى الملف كله وجا كي كتجي ديك المراقبة الطرقية كيطلبوا منا كيقولوا لنا الرخصة نتاع باش راكو تخدموا. أولا الرخصة راه كيهضروا معاهم في العمالة يقول لهم أودي السيد راه عنده الرخصة راه كلشي راكو حضرتوا البارح كلشي المجالس البلديه ولا القرويه اللي دايره ببركان كلهم داروا دوره استثنائيه باغيين الطوبيس. البارح بلديه بركان دارت دوره استثنائيه باش تقول صافت كل شيء الملف وزاره الداخليه بالله راه باغيه الطوبيس للتمديد، بصح بينا ما جات هذيك الرخصه تاع وزاره الداخليه. دابا اليوم نهضر معاك اليوم ما عنديش الرخصه، انا بغوني نوقف ماشي ما عنديش الرخصه لحقاش شي واحد تعرض، ما عنديش الرخصه لحقاش المسطره طويله باش تمشي الملف لوزاره الداخليه ويرجع بالرخصه خصنا مثلا شهرين ولا ثلاثه. دابا الا في هاد الوقيته جات المراقبه الطرقيه باش ترخص غادي تسمني ما عنديش الرخصه، عندي الدورات الاستثنائيه نتاع الجماعات، عندي الدوره الاستثنائيه دبركان،
ولكن الرخصه من وزاره الداخليه فعلا ما كايناش. ولكن باش الفرق ما بين النقل الحضاري والنقل الاخر، النقل الحضاري ما خصوش ريد سوى لا ريداتو السلطه، سميتها لا كونتينيتي دو سيرفيس بوبليك، ماشي لحقاش لا كونتينيتي الاستمراريه المرفق العمومي. دونك هذه انا بغوني بركان ولا سعيديه ولا كرسيف ولا بداخ ولا كافي مور نوقفوا نوقف. انا نعرف بالله عندي جميع، ما عنديش شي واحد اللي راه متعرض، عندي مسطره طويله. دونك هذوك المراقبه الطرقيه كي كتجي فهمناهم، قلنا لهم اودي راه شنو كاين شنو كاين، وراه متفاهموا الموضوع، وحنا غاديين معاهم في واحد الحل سلمي. السي محمد يعني اذا كنت شفت التصريح الاخير ديالك، شفت التصريح في اطار الكلمه ديالك اللي في الافتتاح ديال تازا يعني الناس بزاف الناس قالوا بانه كانت هناك اساءه للساكنه ديال مدينه بركان، من هضرت على قضيه بانه الساكنه يعني مزيانه واعيه وهذه يعني تستحق اسطول مزيان. يعني الناس كاين اللي كيقراها بانه يعني حنا الناس ديال بركان ما كانش الواعي ما كانش هذه، يعني تستاهل هذا الاسطول اللي حنا فيه. واش انا بركاني ونضحك على البراك؟ انا نقول لهم هادشي راه الا ضحكت يعرفوا راه بالله كما قلت لك قبيله سي لوطو ديريزيون سي كاين تفلا. بيان سور انا باغي البركان، قلت لك احسن ما كاين، بيان سور انا باغي لهم. ديك الوقيته كنا في تازا و سي فري، وكما غادي نقول عن الناظور بالله انا نظن بالله الساكنه ديال الناظور تستاهل في واحد النقد المستوى العالي، كما متيقن بالله بركان وقلت لك راه يمكن اول مدينه ان شاء الله اذا كان في المستقبل تكون عندها حافلات كهربائيه هي مدينه بركان. ما نقدرش ندخل لواحد الساكنه ونقول لك عديان. انا بور موا الساكنه المغرب الشرقي كله، وندخل حتى تازا في المغرب الشرقي، كلها ساكنه تستاهل ما احسن. لحقاش النقل الحضاري؟ هذا الحضاره جايه من النقل الحضاري. النقل الحضاري كيوري وجه المدينه. انا الناس اليوم كتعيط لي من تازا ويقول لك الله يكثر خيرك، كي كنتمشاو في الليل في تازا بحال حنا في اوروبا، كنشوفوا ذاك الطوبيس هكا كيتمشى بحال حنا في اوروبا. بغيت نفس الشيء لبركان، ماشي باغي نمشي لبركان. الا شي واحد عنده الشك في تبركانيه ديالي، انا نقول لك واحد الحاجه، هو يقول يضرب راسه مع الحيط. انا بركاني بور، انا ولد سيدي عند بكاي وزيد في بركان ومخيرا نبغي هاد بركان. الا شي واحد عنده الشك ولا باغي يركب على هادي هذاك شغله. ما الحاجه المزيانه بيان سور باغي هاد البركان، لحقاش انا ولد بركان وزيد في بركان وباغي لو ميور والافضل لمدينه بركان. سي محمد يعني كيقول الناس يعني جمعويين يعني يقولوا بانه شركة حفيدة الصومالي في العمل الجمعوي والعمل الخيري في مدينة بركان يعني قاعدة شوية. عندهم الصح، ولكن كاين جوج حوايج، عندهم الصح وغالطين. في الحقيقة العمل الخيري إلا مشيت هضرت به ما بقاش خيري. مي ملي جات المناسبة نهضر عليه. أنا شحال ما من جمعية جات عندي، وكانوا يجيو عندي جمعيات بزاف، كيطلبوا مني الحافلات الدراري الصغار اللي عمرهم ما شافوا البحر. لي زونديكابي، لي جون اللي فيهم الكونسير، لي جون اللي كاع يقراو، انا كاع داكشي كنديرو مجانا. دابا الا كل مره ندير شي حاجه لوجه الله نجي نصرح بها، ماشي هي هذيك. دابا جات المناسبه باش نقولها لك، وما بغيتش نطول في هذا الموضوع لحقاش بيني بين الله، ولكن انا خدام مع الساكنه بركان كما خدام مع كاع الساكنه تاع المدن الاخرى. عمرهم ما طلبوا لي الناس شي حاجه. نعطيك في مثلا هذه ما كايناش بركان وكاينه في تازا. في تازا الناس مع العقابي وداك الشيء الناس كتمشي للكنازه في الطوبيس. كل نهار كاين شي كنازه عندي حافله ولا جوج كنحطها لهم في الجامع باش الناس تمشي تسارى فيها، باش تمشي تسارى فيها، تمشي تدفن فيها الناس وتولي تركب فيها وتولي. ما نقدروش نهضروا على العمل الخيري، ولكن رغم كاع هادشي كله ان شاء الله راني نبغي نخمم مع المجتمع المدني. اذا كان شي حاجه في محاربه الاميه، انا غادي نشوف من الحوايج اللي يقدروا يهموا المدينه. اذا كانوا شي اقتراحات بناء حافله فوغات ندخل فيها، ما عنديش الوقت نقابلها هاد الاخر، ولكن الا كان شي حاجه بناء، انا اللي يهمني الامر هما التلامذة الصغار اللي جايين من العروبيه في بركان ومجتهدين وبريه. اذا كان شي واحد يقابلهم نعاون، اذا كانوا شي نساء في محور الاميه في الاحياء المهمشه وكان شي واحد يقابلهم نعاون. بصح ما نقدرش نعاون الرياضه والثقافه وهذاك الشيء دابور في الوقت ما قدنيش والماده ما قدانيش لحقاش متطلبات كبيره. بصح هاد لي دو نقاط نقصت هاد الجوج. الدراري الصغار اللي عايشين في العروبيه وجاو يقراو في بركان وما عندهمش، اذا كان شي واحد يدير لهم انترنا وداك الشيء انا نعاون في الدعم المدرسي نعاون. يمكن هادوك راه كانوا غادي يضيعوا، غادي بحال نجبدوهم مقاع البير.
دونك الا كاينه شي حاجه في هاد الجوج ما نقدرش تختار كاع جميع الميادين. اختارت محمل الاميه نتاع المراه المهمشه في الاحياء المهمشه وتشجيع التلاميذ. اذا كانت شي جمعيه مقابله غير هاد الجوج وغادي نركز غير على هاد الجوج باش ما كنت ما نستقبلش جميع الانشطه الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه ما نقدرش قلت لا على صعيد الوقت لا على صعيد الماده ما عنديش، ولكن هاد الجوج يهموني واخا نديرهم مالي الخاص. هاد الجوج ندخل فيهم وتدخل فيهم الشركه وندمج فيهم بصح خص يكون واحد اللي مقابل، ما نقدرش انا نقابل بصح ندعم فهاد الجوج نقاط اللي هضرت عليكم بالاساس. بركان 49 اللي كانت عدوه ديالي وكانت ولكن انا كاع قلت كاع الانتقادات البناء راني معاكم، وحتى دابا اذا كاينه شي حاجه ما ترحمونيش وقدوني لحقاش شي خطرات الواحد بحال ليسها. نشكركم على هذه الفرصه اللي عطيتوني وتعيطوا عليا وقلتوا لي باش نشوف نعربي الفكر الديمقراطي ديالكم، وكما فهمتني بالله كاين الجهه اللي كتنتقد وبغيتوا الجواب نعطيكم الجواب، وراني موجود لكم في اي مشكل لا على صعيد العمل لا على صعيد الخدمات لا على صعيد العمال لا على صعيد العمل الاجتماعي، راني موجود لكم. الا كاينه شي حاجه بانت لكم ماشي هي هذيك انا مزود البيرو ديالي ها هو، اجيو عندي فوقاش ما بلا موعد بلا والو باش نسيو نحاولوا نصحوا الغلط الا كاين شي غلط. ونشكركم بزاف على هذه المبادره. الله يبارك فيك.